يصعب علينا تصور حملة انتخابية بدون شعار، وهو ما جعل مختلف التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار تشريعيات 2017 تتسابق لاختيار أفضل الشعارات لكسب تأييد الناخب. تابع المزيد مع منى مالك. مع كل حملة انتخابية تتبنى الأحزاب السياسية جملة من الشعارات تفتتح بها حملتها في طريق مغازلة أصوات الجزائريين. أحزاب أرجأت الإعلان عن شعاراتها إلى غاية تاريخ 9 أبريل القادم. بالمقابل أحزاب ضبطت عقارب ساعتها على موعد انطلاق الحملة في صورة جبهة المستقبل. كان الإجماع على هذا الشعار اللي هو الثقة في المستقبل، إذن هو عبارة عن إرادة ونية صادقة للمناضلين تاع جبهة المستقبل، لأننا مقتنعين وفي نفس الوقت مصرين على أن يكون مستقبل الجزائر إن شاء الله مستقبل زاهر ومستقبل واعد لنا ولأبنائنا ولكل المواطنين الجزائريين. بالمقابل حزب السيد نعيم الصالحي اختار جملة من الشعارات الرنانة وبعضها اختير خصيصا للمرأة. شوفي احنا باللي درنا من الاول 3 نساء مقاعد في بومرداس، وين نتصدر القائمة في بومرداس كاين 10 مقاعد. احنا درنا 3 نساء على رأس القائمة من اجل ان نحصد كل مقاعد المرأة في ولاية بومرداس، دائما في إطار المرأة، وين بعتها لنا أحد المواطنين ولما عجبتنا تبنيناها، لما تكلم على منبر المرأة الجزائرية الأصيلة، فيعني عجبتنا بزاف وراح تكون من ملصقات حزب العدل والبيان بدون منازع. فعلا هو منبر للمرأة الجزائرية الأصيلة التي الآن أصبحت تفتك مكانتها في سواء في المجالس المنتخبة أو في غيرها بدون أن يساومها أحد. بعيدا عن لغة الشعارات، المواطن في انتظار الملموس، فهل ستنجح الأحزاب في إعادة الثقة المفقودة؟